الاعتقال ديالو من جديد انها فيها مؤشرات خطيره على ان هناك اليات ديال التضخم من جهات متعدده. الدليل هو ان الوصول ديال ولا المجيء ديال المفتش العام لوزاره الصحه والمدير الجهوي للصحه وايضا اطراف اخرى تتبين على ان هذا الشيء تعطي ما غادي يعطي الا مزيد من الاحتقان على الصعيد المجتمعي. والناس تطالب بشكل سلمي بان يعامل المواطنون داخل المؤسسات بما يليق بالكرامه ديالهم وبما يليق من اعتبارهم مواطنين لا مجرد رعايا اللي تكون دائما تحت الخدمه واللي دائما